شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع عدة بروتوكولات، أولها توقيع بروتوكول تعاون رباعي الأطراف بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التخطيط والري والتنمية المحلية والإدارية. بموجبه يتم تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية بمنظومة التخطيط المصرية. والبروتوكولات شهدت أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين ثلاثة أطراف وهم وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية والإدارية بإنشاء نظام متكامل للترقيم البريدي على مستوى الجمهورية، وكذلك بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة القوى العاملة لتطوير البنية التكنولوجية للأخيرة، وكذا توقيع بروتوكول بين وزارة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تطوير نظم المعلومات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس. كما شهد أيضا رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع أربع اتفاقيات جديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وأربع من كبرى الشركات العالمية. تستهدف هذه الاتفاقيات توفير فرص عمل شديدة التخصص يصل عددها لأكثر من 300 محترف. جبال من التحديات، ونواجه أيضا مؤامرات كثيرة تحاكي ضد هذا الوطن، ولكن برجع أقول التوكل على الله والتوكل على الله والتوكل على الله ثم العمل الجاد والتضحيات التي تصل إلى الأمل في الشهادة، الأمل في الشهادة، ونصر البلد هو الأمل، وانتصار مصر هو الأمل، هو اللي بيدينا القوة. ثم شعبنا العظيم، ودائما أقول هذا الشعب هزم الهزيمة، وهذا الشعب قادر بإذن الله أن يتحدى التحدي.